المعتمة التي ألقيت على الثقافة والفن في لبنان والعالم العربي يخرج علينا الوثائقي سنوات الضوء ليعيدنا إلى الزمن الجميل، إلى بعلبك وكبارها، إلى خشبات بيروت المضيئة من خلال صور حصرية ومشاهد نادرة، إلى جانب شهادات لمن عاصروا تلك الحقبة وساهموا في صناعتها. سنوات الضوء حل ضيفاً مكرماً على مدينة الضوء، الوثائقي الذي أعده وأنتجه الزميل جورج صليبي وأخرجه جان كيروز عرض في معهد العالم العربي في باريس بدعوة من المعهد نفسه ومن مكتب السياحة اللبناني. أردته وثائقياً يستعيد زمن الأحلام والأضواء، زمناً يشبه سحر الحب الأول ورائحة المطر الأول ودهشة اللقاء الأول. أول وثائقي بيحكي عن فيلم هالقد فريح عن لبنان، يعني كل الأفلام قبل كانت تمروا عن الحرب اللبنانية، عن الدمار، عن الأحزاب، فهون عم نحكي عن سنوات كلها ضوء، كلها عظمة، فهيدي صورة منيحة للبنان، لكل الجاليات اللبنانية برا. مهتمون كثر شاركوا في العرض، من بينهم وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لونغ والوزيرة ليلى الصلح حميدي والنائب مروان حميدي والسفير اللبناني في باريس بطرس عساكر، إلى جانب وجوه دبلوماسية واجتماعية وثقافية. وقد تلت عرض الوثائقي ندوة أدارتها الكاتبة اللبنانية المقيمة في باريس كارول داغر. حزمة لحظات تاريخية لا تنسى، رسمها سياسيون، فنانون، نجوم الأغنية، مثقفون وصحفيون تركوا بصماتهم في اختراع القرن الذي يدعى التلفزيون، مبتكرين الخصوصية الإعلامية اللبنانية. وعلى الرغم من كل الأنواع تبقى سارية الفن في لبنان عالية، تشق طريقها عبر العواصف لتحدد معالم المستقبل في بلد كطائر الفينيق يبعث من رماده مرفرفاً بجناحين يحققان معاً في سماء لبنان، لبنان الميثاق الوطني، ركيزة العيش المشترك التي وضعها الرئيسان بشار الخوري ورياض الصلح. وكانت كذلك شهادات لمن ساهموا في إنجاح العمل. طلب من الوزير فادي عبود نظم هالإيفنت وأعرض هالفيلم بفرنسا، لأنه الوزارة ساهمت وساعدت لإنتاج هالفيلم. لبنان أصبح حقيقة سنة 1943 ورح يضل حقيقة، منه حلم أبداً لبنان. لبنان نحن بدنا نرجعه بعيد إن شاء الله دايماً. رياض الصلح بن عاد وبشارة الخوري بن عاد والإيمان بالله فيه. إشارة إلى أن الوثائقي سنوات الضوء سيجول على عدد من عواصم العالم.